من إسطنبول حسن الشاغر، الباحث الاقتصادي في مركز الأناضول للدراسات. أهلا بك حسن. محافظة البنك المركزي التركي تدعو الأجانب إلى شراء سندات الليرة، وتعلن أن رفع أسعار الفائدة قد ينتهي قريبا، ما رأيك؟ نعم، في البداية يوم سعيد لكم وللسادة المشاهدين. طبعا أصبح الاقتصاد التركي الآن أكثر ثقة وهو لعدة أسباب، والآن بإمكان المستثمرين أيضا الدخول إلى تركيا بثقة وبأريحية، لأن الاقتصاد التركي أولا، وهي أهم نقطة صراحة، هي التخلي عن النظام الاقتصادي المتبع في السنوات السابقة والعودة للنظام الاقتصادي الليبرالي المتفق مع الاقتصاد العالمي. طبعا الآن أوقف، هناك نقطة في غاية الأهمية، هي توقف البنك المركزي التركي عن ضخ المليارات من الدولارات في السوق من أجل تثبيت سعر صرف الليرة التركية. هذا الأمر أدى إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي، مما أدى لنوع من الاستقرار في العملة، حتى العملة التي تتحدثون عنها الآن أن وصلت إلى 28 أو 29 ليرة مقابل 1 دولار، فهي القيمة الحقيقية على أقل تقدير، على ما أعتقد إذا بعملية رياضية، أن القيمة الحقيقية لليرة التركية هي قد تصل إلى 33 ليرة لواحد دولار. لكن هذا هو سعر مناسب أيضا للليرة مقابل الدولار، وهو سعر جيد، لأن البنك المركزي والسياسات النقدية لم تعد تتدخل في سعر الصرف، وهو أمر جيد للمستثمرين الذين أصبحوا أيضا على ثقة بالاقتصاد التركي بعد جملة من الإصلاحات التي قام بها كل من محمد شمشك ومديرة البنك المركزي. أصبح هناك ثقة أيضا، وما عزز هذا الثقة هي المؤسسات النقدية الدولية التي صنفت الاقتصاد التركي في المرحلة القادمة أنه إيجابي، وهو تصنيف على ما أعتقد يعني جيد، وخاصة في السنوات الأخيرة حيث كانت دائما التصنيفات هي سلبية. هذه على ما أعتقد المرة الأولى التي يصنف فيها الاقتصاد التركي بإيجابي في السنوات الأخيرة. أيضا هناك عدة مؤشرات التي دعمت الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، ومنها توقعات التضخم كانت أسوأ من ذلك بكثير، على ما أعتقد أن الربع الرابع من التضخم في السنوي على ما أعتقد كان متوقع أن يكون 67.5، لكن من المتوقع أن يكون 65.5. أيضا هذه التوقعات الإيجابية أعطت دفعا وثقة للاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة. طيب، أعطت دفع ثقة، يعني برأيك هل بالفعل تمكن شمشك وتمكنت أرجان من الوصول إلى الغاية؟ طيب في هذه الحالة، هل وصلوا إلى الغاية وسيتوقفوا الآن، أو ستتوقف هي عن رفع أسعار الفائدة، لأنها قالت يعني يبدو أن هذه الدورة تصل إلى نهايتها، هل بالفعل هي تصل إلى نهايتها؟ هل ستتوقف عن رفع الفائدة؟ وهل ما حصل في أو يعني المرجو من هذه السياسات الجديدة، هل تمكنوا من الوصول إليه؟ نعم، على ما أعتقد تم الوصول إلى الهدف المرجو، وأيضا كافة البنوك الدولية وأولها بنك مونديال قال أن تركيا على الأغلب ستقف عند هذا الحد من رفع الفائدة. أصلا في إذا كنا عملنا عملية حسابية أكثر من ذلك، يعني إذا تعدت سعر الفائدة الإسمية إلى أكثر من 50% سيتضرر الاقتصاد بشكل كبير. لذلك أنا أعتقد أن لهذا الحد سيكون جيدا لحد 45%، وأيضا هذا الحد سوف يساهم في دفع الكثير من الاستثمارات إن كانت الساخنة أو غير الساخنة في الدخول إلى تركيا، لأنه سيتوازن مع خفض لأسعار الفائدة. طيب، الأسهم ترتفع للمرة الأولى في تركيا في 4 سنوات، وكما نرى يعني الأسهم بدأ ارتفاعها من نهاية شهر يونيو، يعني بعد بدء رفع أسعار، فإذا هناك سيولة أجنبية تدخل على السوق التركي هذا مؤكد يعني، والأرقام تقول ذلك. في هذه الحالة ما الذي تحتاجه تركيا اليوم إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء في السوق أو حتى في سوق السندات؟ يعني هذا ما تريد محافظة المركزي بيعه اليوم، السندات، كيف يمكن جذب هذه الأموال الأجنبية والاستثمارات الأجنبية إليها؟ نعم، دائما ما تطمح الحكومة التركية
على العمل على إعطاء الثقة للمستثمرين من أجل جذب الاستثمارات الدولية إلى تركيا، لأن هي ستكون القاعدة الأساسية أو الحامل الأساسي للاقتصاد التركي واستقرار الاقتصاد التركي. إلى جانب ذلك، أنا ذكرت هناك نقطة مهمة جدا، هي أن البنوك المركزية في دول الاتحاد الأوروبي والفيدرالي الأمريكي سيتجهون في فترة لاحقة من العمل على خفض أسعار الفائدة. هذا الأمر سيجذب الكثير من المستثمرين الدوليين للاستثمار في السندات الدول الناشئة، ومن أهمها سوف تكون تركيا التي سوف تكون أسعار الفائدة 45%، بالمقابل ستنخفض في العديد من دول العالم. هذه النقطة في غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الدولية في فترة لاحقة، بمعنى أن تركيا ستكون أحد الدول المهمة للاستثمارات في السندات الحكومية. حسن الشاغل، الباحث الاقتصادي في مركز الأناضول للدراسات، كنت معنا من اسطنبول.